We have done 12 ayat of Surah Al-Mulk. Inshallah, we move on to the next surah. The way we would, inshallah, go as we mentioned yesterday, we will recite first 12 ayat together, five times each ayat. Five times each ayat together, inshallah. Okay, so when you're ready, inshallah, we start. Give 1 minute to the brother who is finishing. This person, he doesn't get completely distracted. So you would have six extra ayat, six new ayat today, so altogether 18. And then you would have until next Wednesday to practice it. Get the recordings and keep revising it. Should recite Surah Al-Mulk every night anyway. If you did it, inshallah ta'ala, you do not need to pay too much attention to memorize. Don't pay attention to memorization. Just keep revising it and it will become easy. Those who recite regularly, you ask those old uncles and aunts, grandfather, grandmothers, they would say, oh, we know it. They never memorized it, but they read it for over the last 20, 30 years. Surah Yasin after Fajr, Surah Waqiyah, Surah Mulk, Surah Alif Lam Mim Sajda after Isha, and it just becomes easy for them to keep that to memory. So don't spend too much time on that, but recite as in when. Every day at least once. If you've done that, inshallah ta'ala should be okay. Okay, let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير 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 إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور 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 تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا
قلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب 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 السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به There's no V in Arabic. Wa. All, every vowel is wa. W sound. Okay. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi. Jim with qalqalah. وأسروا قولكم أو اجهروا به and asirru you hide it قولكم your speech Whatever you say, if you want to hide it, you hide it. Aw, even, or, ijharu bi, you make it clear. Say it out loud. Allah subhanahu wa ta'ala knows it. So Allah is saying, it doesn't matter how you do. Innahu alimun bidhati as-sudur. Innahu alimun bidhati as-sudur. إنه عليم بذات الصدور Indeed, he is aware of whatever is in your chest. The secrets that people keep hiding inside their chest, Allah is aware of even that. So whether you say it out loud or you make it hidden, Allah knows what
you're saying, what you're doing. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ No من, no قلقلة there. Okay. من خلق؟ من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ من خلق؟ من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطيف. There's a difference between ta and ta. If you say lati, that's ta. It is ta, rounded. So the base of the tongue should be elevated a bit. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا would not. He know who created. Why is very subtle. He's very subtle, he's very, he could see, he could hear, he could do, he's completely aware of everything. He's the most finest. And he's al-khabir, he's aware, he knows. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 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 He is the one who made for you this earth very soft, easy to walk on. Subservient. It's actually a quite soft earth that you can walk on, you can dig, you can do whatever. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 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 فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه So walk on this earth, the ups and downs of the earth, in the slopes of the earth, and eat from the provision of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has provided you with. وإليه النشور وإليه النشور وإليه النشور وإليه النشور and toward him is our resurrection, our return. We'll be just be raised back up to Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض And do you feel safe
from the one in the heavens that he may take you down, he may cave you in, he may get the earth to swallow you. The earth would just swallow you. He can do it. So do you feel safe from him? If you were to go against him, how would he be feeling safe? فَإِذَا هِيَ تَمُورُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ And the earth would shake without any warning. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَمْ أَمِنْتُمْ السماء And do you feel safe? Are you completely fearless from the one in heaven that he sends down to you the stones as a rain from heaven? Pebbles. So would Allah subhanahu wa ta'ala, if he did that, then do you feel safe? Subhanallah. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ Very sure, certainly you will see, very soon you will see how was my warning. These are all the warnings, be aware of that. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا 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 Remember these seven letters, حروف المستعلية they are called. They are always pronounced with the base of the tongue elevated. They have their counterparts as well, most of them. And they are flat, and this one is heavy. So if you say ha siba, this is seen. Seen and fa, both come from the same place. Like ta and ta, come from the same place. Qa and kaf, very close to each other. So you have to make sure, la and va, same place. But the only difference and distinction is, one is with full mouth, heaviness, one is flat, thin, easy. If you do not pronounce it as it dictates the sifah, the attribute, you are changing the letter for the letter. And that would change the meaning, and this is a major mistake in Quran. In Quranic recitation, not pronouncing the letter correctly with certain sifat, which are essentials, is a major mistake. Like it's not simple, it's sinful. Especially for those who can learn, there are many resources these days, one has to learn all of those. Okay, so حَاصِبَ 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 Listen to that, you should be able to distinguish حَاصِبَ 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 سِبَ صِبَ سِبَ صِبَ There's difference, isn't it? أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَ أَمْ أَمِنْتُمْ حاصبا حاصبا فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم both are there ولقد كذب الذين من قبلهم وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Tongue out for that. Tip of the tongue to touch the tip of the incisors. Tip of the tongue should touch the tip of the incisors. Okay. وَلَقَدْ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
ولقد كذب الذين من قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم And more certainly, people before them rejected. There were people who rejected before them, before the people who rejected with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The previous nation did the same to the previous prophets. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ So how was my reproach? How was my warning to them, punishment to them? You heard about that. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ So let's go back. We do 7 times each, inshallah ta'ala. And then we're done. A lot of practice, yes? وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 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 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف
بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 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 الحمد لله جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.